طيب لماذا لم يقم الحرب عندما كان هناك موجب لقيام هذه الضربة على إيران، خاصة عندما أسقطت له طائرة جلوبال هوك وعندما ضربت قاعدة الأسد في العراق؟ هذا سؤال. لماذا يقوم الآن؟ شو السبب؟ وماذا يستفيد يعني؟ هذا الرئيس الأمريكي صحيح أنه يقوم يقول للناس أنه متهور بس ذكي ويعمل حساباته، ماذا يستفيد؟ أنا برأيي لا شيء. هل يعيده إذا قامت إيران بالرد على الضرب بقصف القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج وفي العراق وبواسطة إدراعاتها في أي مكان آخر، وعادت مئات النعوش للجنود الأمريكيين إلى أمريكا، هل تعيده إلى البيت الأبيض الآن أو أنها ستعيده أيضا بعد 4 سنوات؟ لا أعتقد ذلك. لذلك أنا احتمال الحرب أستبعده تماما. ثانيا، انسحاب القوات الأمريكية من الخليج حسب ما سمعنا، عفوا من العراق ومن أفغانستان فقط ليس من الخليج، سيتم في 15 كانون الثاني من العام المقبل، يعني قبل 5 أيام من تسلم الرئيس ترامب، تسليم الرئيس ترامب السلطة إلى الرئيس بايدن، هذا إذا سلم. فهناك يعني هل سيقوم بالحرب خلال 5 أيام؟ كذلك أعتبر أن ذلك غير منطقي أو ربما مستحيل. ماذا عن إسرائيل؟ الكل بيعرفوا أن إسرائيل في حال شن ضربة عسكرية على إيران ستتعرض لهجوم ساحق ماحق من جنوب لبنان ومن جنوب سوريا معا. طيب هذه الجبهة اللبنانية السورية كل الإسرائيليين بيقولوا ستكون مدمرة لإسرائيل لما يملكه حزب الله من صواريخ طويلة المدى دقيقة يمكن أن تطال النقب وممكن كمان أن تفجر ميناء حيفا. ماذا عن المستوطنين الإسرائيليين يلي بشمال الجليل؟ يعني في 1 مليون مستوطن، هؤلاء سيكونون في خطر محلق. لذلك أنا بعتبر كل هذه المؤشرات إذا مفصلة لا تشي بوقوع عملية عسكرية أو حرب ما.